وزير الخارجية يدعو بوتين للاقتداء بزعيم فاغنر في إنهاء الحرب الأوكرانية. وزير الداخلية النمساوي يتحدث عن لجوء لزعيم ميليشيا فاغنر الروسي. تظاهرة في فيينا تندد بالتعذيب وتطالب بمحاسبة نظام الأسد. مجهولون يفجرون محل مجوهرات لسرقته قرب فيينا. انخفاض عدد طلبات اللجوء في النمسا بنسبة 20% مايو الماضي. دراسة تكشف ارتفاع معدل التمييز العرقي في سوق العقارات. وتقرير يكشف عن 350 ألف احتيال رومانسي عبر الإنترنت في النمسا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. دعا وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا وسحب القوات الروسية، مشيرا إلى قائد مجموعة فاغنر بريفوجين. ودعا شالينبرغ بوتين لاتباع مثاله والتخلي عن الحرب، وأكد أنه إذا قرر بوتين إنهاء الحرب ستنتهي الأزمة. وأكد شالينبرغ على استعداد أوكرانيا للدفاع عن نفسها، مؤكدا أن الأمر محسوم بالنسبة لها. وكان قد تم عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء النمساوي لمناقشة التطورات في أوكرانيا والاشتباكات مع مجموعة فاغنر السبت. Nun, man hat ja sozusagen fast ungläubig zugeschaut, wie ein größenwahnsinniger Söldnerführer seine Truppen in Bewegung setzt und es bis auf 200 Kilometer nach Moskau schafft. Den bösen Geist aus der Flasche hat Wladimir Putin selber geholt. Und jetzt verfolgen ihn diese bösen Geister. Ist ebenso. أعلن جيرهارد كارنا وزير الداخلية النمساوي عدم استبعاد إمكانية منح اللجوء لزعيم ميليشيا فاغنر الروسية يوفغيني بروغوجين. وفيما كان كارنا يتحدث في البداية عن ضرورة فحص حالة بروغوجين بشكل فردي، أكد فيما بعد أن بروغوجين مدرج على قائمة العقوبات الأوروبية ولا يسمح له بالدخول إلى النمسا. وأكد الوزير أنه لم يتم طرح مسألة طلب اللجوء بشكل عام، وأكد كارنا التزامه بمهمة حماية النمساويين والمقيمين في البلاد بما فيهم الروس. Vor dem Arbeitsgespräch mit dem slowakischen Innenminister Simko und Bundesminister Gerhard Hahner und bitte die Minister um ihr Statement. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ich bedanke mich vor allem sehr herzlich bei meinem Kollegen Ivan Simko, dass er heute zu diesem Arbeitsgespräch nach Wien gekommen ist. Es ist mittlerweile das zweite persönliche Treffen zwischen uns beiden. Wir haben uns bereits beim Innenministertreffen in Luxemburg getroffen und auch unterhalten. Aber in Wahrheit ist es schon das dritte Treffen, denn ein Minister war auch schon vor 21 Jahren. أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من مقرها في فيينا عن رفضها المطلق لاستخدام التعذيب تحت أي ظرف، سواء في الحرب أو في الاضطرابات السياسية. وأكد ماتيو ميكاتشي مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان على أهمية توفير العدالة وتلبية احتياجات ضحايا التعذيب لتجاوز تأثيرات هذه الجريمة المروعة على حياتهم. وفي ذات السياق نظم مئات السوريين تظاهرة في فيينا الأحد للتنديد بالإجراءات القمعية والتعذيب في سجون نظام الأسد، وطالبوا بمحاسبة النظام على جرائمه. قام مجهولون بمحاولة سرقة سائق في مدينة فيينا نويشتات قرب فيينا باستخدام متفجرات، حيث أضرموا النار في سيارة هروبهم أيضا. وهربت مجموعة اللصوص بعد تفجير نافذة عرض المتجر باستخدام عبوة ناسفة، وتم رصد سيارة محترقة في فايجلستورف بعد وقت قصير، فيما نجا السائق من السرقة ولم يستطع الجناس سرقة أي شيء من المجوهرات. وقد تسبب التفجير في أضرار عديدة للمنازل في المنطقة، وقد بدأت الشرطة التحقيق في الحادث.
Polizei um 3.20 Uhr erfolgt. Durch die Sprengung der Auslagenscheibe seien auch Häuser in der Umgebung beschädigt worden. Weil die Polizei rasch zur Stelle gewesen ist, hätten sich die Täter ohne Beute aus dem Staub gemacht. Bis zu einer... تراجع عدد طلبات اللجوء في النمسا مايو الماضي بعد ارتفاعها حيث بلغ 4354 وفقا لتقرير وزارة الداخلية. ويعزى التراجع إلى تجديد الرقابة على الحدود وجهود مكافحة تهريب البشر، وكان قد وصل العدد الإجمالي لطلبات اللجوء في الأشهر الخمسة الأولى لهذا العام إلى 17988 طلبا بانخفاض 20% مقارنة بالعام الماضي. وتشارك النمسا في مكافحة الإتجار بالبشر مع صربيا والجبل الأسود وغيرها من الدول المعنية. أشارت دراسة إلى ازدياد التمييز العرقي في سوق الإسكان في النمسا، حيث تم اختبار 157 إعلانا بواسطة مشاركين يحملان سير ذاتية وهمية، أحدهم نمساوي والآخر أجنبي. وقد تم منح موعد للمعاينة للشخص ذو الاسم النمساوي في 50% من الحالات، في حين تم رفض الشخص ذو الاسم الأفغاني في 19% من الحالات. وبيّنت الدراسة أن التمييز يحدث دون وعي، وينبغي وضع معايير غير تمييزية في قطاع العقارات، ويذكر أن قانون المساواة يحظر التمييز على أساس العرق في السكن، والذي يعاقب عليها القانون. كشف تقرير عن ارتفاع حالات الاحتيال عبر الانترنت عن طريق الحب في النمسا بشكل مقلق، حيث يوجد أكثر من 350 ألف ضحية في البلاد، ويعتبر هذا العدد 10 أضعاف ما كان عليه قبل 10 سنوات، حيث يستخدم المحتالون أساليب ماهرة للتلاعب بضحاياهم وابتزازهم، وتعتمد استراتيجيتهم على استخدام هويات مزيفة لكسب ثقة الضحايا، فيما ينصح بالتحقق الدقيق من الملفات الشخصية على الإنترنت وتجنب إجراء أي مدفوعات مالية أو مشاركة معلومات حساسة للوقاية من الاحتيال، إضافة القيام بإبلاغ الشرطة. وكما يقول المثل، مراية الحب عمياء لدرجة إنك ممكن تحب حد على الإنترنت ما تعرفوش، وساعتها تاخد على دماغك. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجارات على هواتفكم. أمسية سعيدة، كنت معكم أنا بثينة سلام، وإلى اللقاء.